في طباع بعت هذا بقى، في شباك فوق، كأنه في صوت تحت بالنهر، حلو يكون خنزير بري كمان. الظاهر هذا الطريق لا راح تراجع أفضل. طبعا ما بنصح حدا يجي لحاله إذا صار شي معه لا سمح الله، ما إلا هو وحيد يكون. مرحبا يا جماعة، كيفكن؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. هلا أنا مش بالبترون ولا بالجبال ولا بجونة ولا ببيروت، أنا هلا بوسط الغابة. حبيت أهرب من عجقة السيارات، من ضجيج المدينة، وإجي لهون صور وفرجيكم. أنا قبل مصور كذا فيديو هون، أكيد شايفينه على المتابعين، أكيد شايفينه على اليوتيوب عندي على تشانل. ماشي هون تحت الشتاء وبالتلج، هون إجمالا بينزل تلج بس مش كتير، ما بيضاين يوم يومين بدوب، لأن هون مش عالي كتير عن سطح البحر. الإنسان بحاجة هيك ليجي يقعد بقلب الطبيعة ويمشي بالطبيعة، كتير ريلاكس. بعتقد أنا الوحيد هلأ اللي هون بقلب الغابة، ما في حدا غيري. كتير هدوء، يعني أول ما جيت صفيت السيارة ونزلت حسيت ما في صوت نهائي، ما في شيء، سكون كتير وصوت حفيف في الشجر كتير حلو. هذا شجر الصفصاف كثير حلو صوته، صوت حفيف الشجر. هون كمان بالشتوية بيمرق نهر، نهر كثير قوي كله بصب من الجبال، بتعرفوا التلج بدوب و ساعتها خلص صار الأنهر تمشي، أنهر والشلالات. انا هلا ب جبل لبنان، سوري، بشمال لبنان، منطقة بعيدة شوي عن اهدن، بس هي اوطى من اهدن، بتصير اللي بيعرف حد من زيارة. صراحة ما بعرف اسم القرية هون بالضبط. هون اللي بده يجي يروق راسه يجي لهون، اللي بده يجي يخيم يجي لهون، اللي عنده ستريس يجي لهون. ما في حيوانات مفترسة طبعا، وبلبنان كله ما في حيوانات مفترسة. في مثلا مثل الخنزير بري، ما بعرف اذا هون في ضباع اجمالا بلبنان، يعني هو اكثر شيء المفترسين. بس بعتقد هون بهيدي الغابه في، يعني انا شفتهم، سناجيب، سنجاب، سناجيب، عصافير طبعا، عصافير كبيره صغيره، غير هيك ما شفت.
كتير رواق. الماء عصاب بيجي لهون. هذا شجر، نوع من شجر الصنوبر، كوز صنوبر بيقولوا له كوز. هذا هلا هون بفصل بفصل الخريف، كلها هيدي هون هالأشجار هيدي بتصير ملونة، مش هي بتصير ملونة، يعني ال leaves تبعها. في شغلة بدي احكيكم اياها بالنسبة للشانل تبعي، يا ريت يلي عم بيشاهد يحط لايك، اهم شي اللايك كرمال البحث بالجوجل بتلاقي اسرع ساعتها. والسبسكرايب تفعيل زر الجرس كثير مهم ليوصل النوتيفيكيشنز. صراحة أنا أغلب المشتركين اللي عندي ما عم بكونوا متفاعلين مع التشانل، يعني اليوتيوب في شيء اسمه أناليتكس، الاحصائيات بعدين ما عم بيقول لي انه اغلب المشاهدين هن من خارج التشانل، يعني ان سبسكرايبرز. هذا الشيء مش منيح، ما بعرف البقوة مش حابين المحتوى او شيء ما بعرف، بس بتمنى منكم انه تتفاعلوا مع القناة وتشجعونا. النفس الواحد بضيق لما بكون عم يمشي لأنه طلوع. كأنه في صوت تحت بالنهر، حلو يكون خنزير بري كمان أكون رحنا فيها. يمكن سنجاب، بتمنى كمان اللي عم بيشاهد اجمالا فيديوهاتي يشاهد مينيموم نص الفيديو كمان اليوتيوب يقترح الفيديو اللي عم بتشاهدوه، واذا فيك تحضره كله كن ممنونك. انا قبل نزلت لتحت على ما بعرف اذا فيني انزل هلا لتحت على النهر، بدي انزل وصور لكم تحت، بس بدي احاول ما بعرف كيف بدي انزل. انا عم حاول انزل لتحت، بدي الاقي شي طريق يكون مناسب.
الظاهر هذا الطريق خطر. لا رح تراجع أفضل، بلاقي طريق تاني. لك هذا المكان شو حلو، بعتقد هون في بيت معمرين وقديم تحت هون، بعتقد أنا على هذا البيت. ما فيني صورت من يمن هون، هذا كله شجر صفصاف، اجمالا صفصاف بيطلع على ضفاف الانهر لان بده مي كتير. هيك شو حلو، شجرة كتير طويلة. هذا الطريق بعتقد اسهل للنزلة تحت، مش كتير سهلة بس اسهل من هديك. درينك بالزبالة هون، عم تجي لهون تقعد بزبالتها هون. هذا الشوم طبعا ما بنصح حدا يجي لحاله بهيك اماكن، لانه اذا صار شي معه لا سمح الله ما في الا هو وحيد يكون. أخيرا وصلنا. هذا النهر هون فصل الشتاء يكون علوه شو مترين النهر، هلا صخر ما في شيء. ما بعرف اذا عم تسمعوا صوت الطيارة، طيران مدني بيمرق فوق هون فوق هالمنطقة. قربنا على البيت، هو بعرف اذا مش بيت، هو يمكن هذا البيت اللي حكيتكم عنه قبل شوي. شو حلو، بيت هذا بلقى في شباك فوق. واو، معمرينه من حجر. لك شو حلو، كأنه صوت نهر صغير هيك، نبعة صغيرة. لكم كثير برود هون، شو حلو. طلع أصعب من النزلة هلا، بعتقد أسهل.
جاز بس بعد ما استوى. بسم الله الشجرة فيها كتير جاز. واحدة تانية وهيدي تالتة هونيك. وهيك بكون خلص مشوارنا اليوم. بتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك وسبسكرايب إذا كنت جديد، وإن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. باي باي.